زهرة الحياة على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا. عسلم القروان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. هذه سانتي 5.0 المجازين الوحيده في تونس المختصه في حواراتنا وتحقيقاتنا تكون طبيه وصحيه وعلميه بالاساس، وهو قائل: الفن مرآة تعكس الطبيعه. ويليام شكسبير. توتسويت سومير سومير. اليوم مش يكون حديثنا حول مرضى التوحد مع انطلاق الاستشارة، ندوة علمية تكون تجمع جميع الأطراف، مختصين ومجتمع مدني، تنطلق اليوم وتتواصل بتاريخ 30/31. أكثر التفاصيل مش يكون حديثنا عليها حول وضعية مرضى أطفال التوحد في تونس، هذا في زوم سانتي. أقبلهم في شيفر سانتي العدد متاع مرضى التوحد وآخر الدراسات الطبية والعلمية. هذا في ساعتنا الأولى في الجورنال دو سانتي من 10 حتى 11، من 11 نص نهار موضوعنا باش يكون حول المداوات بالأعشاب. المداوات بالأعشاب من أهم طرق العلاج في العالم وفي الأعوام الأخيرة واللي مطروحة في تونس. شنو خصائص العلاج بالأعشاب وكيفية المعالجة بها؟ أسئلة جاوبنا عليها الطبيب المؤهل للمداوات بالأعشاب الطبية محمد جوتشا في ألو دكتور من 11 حتى نصف النهار. كلمونا على 70 35 120، 70 35 120. مع الحايم، صحتكم بالدنيا. صحتك بالدنيا. 70 35 120، هذا التوجه الجديد. نستبعد على الأدوية والمواد الكيميائية، ذاك علاش قاعدين يمشيوا بالمداوات بالأعشاب، وعنده تاريخ كبير في تونس. أكثر تفاصيل هذا بعد بشوية. أهلا وسهلا بكم الناس الكل على 3W.net. انتم تسمعوا فينا وين يوصل صوتنا على 93، هذه الإذاعة الوحيدة المختصة في الصحة. Santé 5.0. Santé 5.0. Santé 5.0. Santé 5.0. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، هذه إذاعة القيروان للصحة. Santé 5.0. من قديم زمان كانوا الناس تداوي بالأعشاب، ورجعت الطريقة ذي ولات دارجة برشا في العالم وخاصة في تونس. طبيب الاختصاص في هلو دكتور باش يكون ضيفنا وباش يحكينا المداوات بالأعشاب كيفاش، علاش، شنو هو النقاط القوة متاعها. هذا وأكثر في هلو دكتور من 11 حتى نص نهار. المداوات بالأعشاب من أهم طرق العلاج في العالم وفي الأعوام الأخيرة واللي مطروحة في تونس. شنو خصائص العلاج بالأعشاب وكيفية المعالجة بها؟ أسئلة جاوبنا عليها الطبيب المؤهل للمداوات بالأعشاب الطبية محمد جوتشا في ألو دكتور من 11 حتى نصف النهار. كلمونا على 70 35 120، 70 35 120. مع الحايم، صحتكم بالدنيا. صحتكم بالدنيا. 70 35 120، فما فرق زيادة بكل الخلطات اللي تاخذوهم بطريقة عشوائية. تمشيو الواحد ما نعرفش منين يطلع يقولكم اشرب من هذا وزيد غالي هذا، ما هي صحيحة، تضر الصحة. ذاك علاش احنا باش نعطيكم طبيب الاختصاص جايين اليوم من سوسة، ان كرون ميرسي اللي هو اللي باش يوفر لنا من وقته وباش يعطيكم جميع النصائح اللي حاجتكم بها. هذا واكثر باش يكون موضوعنا بعد شوية. سينون توت سويت باش نحكي لكم في شيفر سونتي مرضى التوحد او طيف التوحد في تونس قداش العدد نتاعهم. توت سويت شيفر سانتي. يعاني 200 ألف طفل تقريبا من اضطرابات طيف التوحد في تونس. هذا اللي كانت صرحت به ونيسة عمري ممثلة إمارة موناكو الممولة لمشروع من أجل رعاية إدماج أفضل للأطفال المصابين بالتوحد في تونس، وشدت المحادثة على ضرورة وضع إحصائيات دقيقة تتماشى مع متطلبات الواقع التونسي، ولفتت إلى ضرورة التقصي والتعهد المبكر لضمان نمو الأطفال المصابين بطيف التوحد في أحسن الظروف وتيسير إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي، وذلك خلال أشغال منتدين
المنظم بتونس حول تنفيذ مشروع من أجل رعاية وإدماج أفضل لأطفال المصابين بالتوحد. ولاحظت السيدة ونسة عمري أهمية الدفع نحو مجتمع أكثر انفتاح لاستيعاب الاختلاف، وبالتالي عدم إخفال كل فرد بمن فيهم الأطفال المصابين بالاضطرابات طيف التوحد، وذلك في إطار تكريس المفهوم الفعلي للتنمية المستديمة. وأضافت أن المشروع يهدف بالخصوص إلى نشر الوعي بمسألة طيف التوحد سيما، وأن الدراسات في الغرض أثبتت أن التونسي ليست لديه أي دراية الكافية بطيف التوحد، بما يستدعي العمل على رفع الوعي، وتتمثل هذا المرض من خلال إطلاق سلسلة من حملات التحسيسية. وأعلنت أنه سيتم تنظيم منتدى ثاني مع استكمال المراحل المشروع، إضافة إلى عقد العديد من اللقاءات والنقاش والتركيز على المجالات التي تتطلب لوضع استراتيجيات مناصرة لتحقيق الأهداف المنشودة، بالتعاون خاصة مع شريك الجمعيات في كل جهات البلاد. 200 ألف طفل يعانيوا من اضطرابات طيف التوحد في تونس. هذا في شيفر سونتي، أهلا وسهلا بكم. أنس الكل بعد شوي أجندا سونتي العشر نصف لشانفو، وبشمشي بكم زادا لحقيقة إلى ندوة علمية احتفالا باليوم العالمي للتوحد من تنظيم جمعية ياسين الأطفال ذوي الاحتياجات. أكثر تفاصيل موضوعنا بعد بشوي. سونتي 5.0 سونتي 5.0 التقدم الصحي والعلمي، وخاصة الطب. اليوم باش نحكي لكم على موضوع يهمكم انتم من عدد التوانسة، كيفية المعدويات بالأعشاب. ماهيش الطريقة العشوائية البدائية اللي قاعدين نسمعوا فيها، بطريقة علمية طبيب الاختصاص باش يكون حاضر بحضنا في على الدكتور. المداوات بالأعشاب من أهم طرق العلاج في العالم وفي الأعوام الأخيرة واللي مطروحة في تونس. شنو خصائص العلاج بالأعشاب وكيفية المعالجة بها؟ أسئلة جاوبنا عليها الطبيب المؤهل للمداوات بالأعشاب الطبية محمد جوتشا في ألو دكتور من 11 حتى نصف النهار. كلمونا على 70-35-120 70-35-120. مرحيم صحتكم بالدنيا. هذا موضوعنا بعد شوية، سينو باش نحكي لكم على 35 انترتيان ميديكو شيرجيكو. هذا تو سويت في الاجندا سانتي. اجندا سانتي باش يكون بتاريخ 1/2/3 سبتمبر 2022 هذا التنظيم الاميكال دي زونسيون دو لا فاكولتي دو ميديسين دو مونستير فوز انونس ليديسيون 2022 دي 35e entretien médico-chirurgical. هذا باش يكون بكلية الطب بمنستير وبأحد النزل الخاصة بولاية المنستير. نعاود ذكركم يوغا دي تابل روند دي كونفيرونس دي فلاش انفو دي فيديو سيسيون. أكثر التفاصيل تلقوا على الباج اوفيسيال فيسبوك لرجل الحياة تفهم إذاعة القيروان للصحة، اليان دانسكري والبروغرام كامل. ونذكركم أنه آخر دار بور لي انسكريبسيون سا سخا لو 15 جوان 2022. هذا فيما يخص 35e entretien médico-chirurgical من تنظيم كلية الطب بالمنستير. هذه أجندا بعد شوية الفلاش انفو تو سويت، ومن بعد باش يكون زاد احديثنا حول اطفال التوحد. الحقيقة كونفرنس عالمية قاعدة تصير توا في تونس العاصمة، موضوعنا بعد بشو. سونتي 5.0 سونتي 5.0 سونتي 5.0 الطبية والعلمية. واليوم باش نحكي على ومش نحكي على مرضى التوحد اللي في تونس، وهذا في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتوحد. تنظم جمعية ياسين للأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية بدعم من وزارة الشؤون الاجتماعية أيام دراسية وتحسيسية. أكثر التفاصيل باش يكون حديثنا مع مدام لطيفة التجوري مستشارة جمعية ياسين لأطفال التوحد. زوم سانتي متخصصة في علم الاجتماع أيضا. سهلا، اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين الافاضل، مرحبا بكم. من 9 تصبح في بالي الافتتاح الرسمي للايام الدراسيه والتحسيسيه. اي هما ايام تحسيسيه ودراسيه، 3 ايام ينتظموا اليوم 29 و30 و31 مارس في اطار احتفال باليوم العالمي للتوحد اللي هو يصير نهار 2 افريل. احنا سبقنا شويه الايامات هذه باش يكونوا متواجدين معنا ومتواجدين ديجا معنا، ورحبنا بهم ويعطيهم الصحة على حضورهم واهتمامهم بالموضوع. خبراء وممثلين الوزارات، ممثل وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية والتربية والمؤسسات المتابعة للموضوع، وكذلك إطارات مختصة في المجال الصحي والتربوي. خلنا بعد شوية على الجانب الرسمي هذا الكل. مدام لطيفة كان تسمح لي عندي بعض الأسئلة، وبعد نعطيك المجال مفتوح يقعد كنتي باش يفهموا الوضعية اليوم. بعض الأسئلة، هل أن المجتمع التونسي متفتح على مرضى التوحد وخاصة أطفال مرضى التوحد؟
هو هذا الهدف من الأيام التحسيسية. احنا نحب نقوله للمجتمع متاعنا راو أطفالنا هذم كيفنا كيفهم كيف بقيت الأطفال. المطلب الأساسي متاعهم هو الاعتراف بوجودهم، الاعتراف بهم اجتماعيا وقبول الاختلاف، ومعناتها خاطر هما مختلفين لكن احنا زادا مختلفين، ولابد ان نقبلوا الاختلاف باش نمكنوهم من حقوقهم كاملة وخليوا لهم المجال للعيش معانا في إطار سلمي، في إطار يمكنهم أنهم يأخذوا حقهم في النماء والنمو والحق في التربية والحق في الصحة وكافة الحقوق. هل أن المجتمع التونسي قاعد يتعامل مع هالأقلية؟ هالأقلية هذوما معناتها كيما أي إنسان عادي، وإلا يبدأ في بالهم يريد بيتوحد عنده بعض الخصوصيات في تعامله مع الأطفال هذوما مدى؟ هو بالرغم اللي هما أقلية لكن اليوم صحيح الإحصائيات مش مضبوطة، أما هما فاتوا 7000 الحالة اللي هما معناتها صحيح في المعاملة، معناتها المجتمع ماهوش قاعد يتعامل معاهم بما يجب أن يكون، خاطر هو يجهل الثقافة ويجهل مشاكلهم الخاصة ويجهل نفسيتهم، يعني عن نقص معرفة مش عن قصد أنه معناتها باش يسيء معاملتهم، لكن أنه معناتها المشكل هذية في التعامل والتواصل هو مرتبط أساسا بالخصوصية متاع المرض هذية. هو الإشكالية أنه في تصنيفه مرض ولا في تصنيفه إعاقة، وبالتالي في أنه في المجتمع أنه يختلف وجهة النظر حسب ثقافة كل جهة وكل عائلة كيفاش تربيت في نطاق قبولها للاختلاف وقبولها للآخر، لكن ديما تبقى إشكالية التواصل موجودة. أنا فما نحاش في تونس، هل عندنا موجود سجل وطني فيه العدد على الأقل الكامل والرسمي لمرضى أطفال التوحد في تونس؟ هو السجل هذا الحديث عليه موجود الحقيقة وبدأ يشتغل، لكن في إطار التأسيس، مازال في مرحلة التأسيس، ما نجموش نقولوا عنا سجل وانتهى وإلا قدمنا فيه أشواط كبيرة، لكن هو موجود في إطار التأسيس متاعه كفكرة، كمعناتها بدايات أولى في تأسيس المنظومة هذه موجودة، لكن زادا نواجهها بإشكالية أخرى أنه الأولياء ساعات ما يعرفوش اللي الطفل هذاك عنده بوادر للمرض، بوادر لطيف التوحد ولا للتوحد بصفة عامة، فإنه ما يسارعش بالتشخيص وبالتالي تصعب معناتها التسجيلات هذه داخل حتى السجل. هيك علاش احنا الأيامات هذه قسمناهم ما بين المختصين وخصصنا غدوة إن شاء الله للأولياء واليوم الثالث يعني للأطفال بيدهم باش يكونوا موجودين معنا أطفال وأولياء وخبراء، نجمع فيها كل الأطراف ديزاكتور الفاعلين لإحداث التغيير هذا في اتجاه النهوض بحقوق الأطفال التوحد. زين عنا إشكال في تونس وهي مراكز المصابين بطيف التوحد، عنا نقص كبير اليوم فيهم وعنا طاقة استيعاب معناتها هذيك حد جهدهم اليوم وهذا يبقى غير كافي. هو هذه من ضمن الإشكاليات المتعددة، يعني يبقى معناتها البعد المؤسساتي غايب، معناتها احنا عنا مؤسسة واحدة حكومية يعني والبقية مؤسسات خاصة في سيدي حسين هو معناتها المركز المؤسساتي عبارة نموذجي، يعني فيه الإطارات مختصين، البيداغوجيا فيه مختصة، لكن هذا غير كافي. صحيح توا شو الاجتماعية يفرحونا يقولون راهو موجود معناتها اشتغال على تأسيس 3 مراكز أخرى باش تضم الجنوب والشمال الغربي والوسط حتى تصير تغطية نوعا ما، يعني القرب أكثر ما يمكن في تقديم الخدمات للأطفال والأولياء، لكن يبقى باقي المجهود معناتها يحب أكثر اشتغال على الموضوع هذا من ناحية العلمية لتطوير معناتها طرق التعامل مع الأطفال ذوي الصعوبات هذه، وكذلك من ناحية أخذي القرار وبرمجة هالشواغل واحتياجات الأطفال هذوما ضمن احتياجات بقية الأطفال. من اللي يتم الأحداث 3 ولا 4 ولا حتى أكثر مراكز إيه معناتها اليوم مثلا أنا في القروين نحكي معك مدام لطيف، ولادنا وين مدرسة عادية ما تقبلوش، مدرسة خاصة تقول لك أنا ما عنديش التخصص متاعي باش نخليه وحده مع مصيره بين قوسين، حتى وكان عندي كل وعي انا ولي ونعرف ولدي ايش لازم وكل شيء ماهوش باش يعاونوا برش. هي المجموعه هذه شنو الحل فيهم على الاقل اونتروتون، شنو نجموا نعملوا معهم على الاقل؟ صحيح هذاك علاش اليوم دور المجتمع المدني يعني ضروري انه يتجند ويشتغل جنبا الى جنب مع الاولياء
خاصة في معناتها تراجع دور الدولة في إحداث المؤسسات هذه وعدم قدرتها على تغطية حاجيات الأطفال، وبالتالي أنه إحنا كمجتمع مدني أن نشتغل على الاهتمام بالأولياء، الإحاطة متاعهم، الإحاطة بهم الاجتماعية والنفسية، خاصة نعرف معاناتهم معناتها ياسر مؤلمة. الأطفال بيدهم يعني يحتاجوا لرعاية نفسية ولرعاية اجتماعية ورعاية متعددة الأبعاد، بالتالي نحن كمجتمع مدني باش نكونوا متواجدين على قد ما نجم ونقدروا في الإطار البرنامج هذايا. والحقيقة احنا البرنامج تاعنا اسمه جيكزيست. جيكزيست يعني كلغة كتعبير عن الهوية، الهوية المواطنية للشخص هذا، للطفل هذا، أنه موجود في هذا المجتمع، وبالتالي بأنه يستحق الاعتراف، يستحق كامل الحقوق، كامل الفاعلين لكلهم يجب يخدموا إيد واحدة باش ينهضوا بالوضعية متاعه، وحتى يحظى الطفل هذا بنفس الحضور مع بقية الأطفال بفرص متكافئة لانخراطه في المجتمع لمعناتها النماء متاعه بطريقة أفضل. هو الحقيقة مدام لطيفة وشخصية نه راهم محليهم الصغارك اللي يبدأوا مرضى بكتا واحد راهم مليكة على الأرض، خلينا نقول مليكة ليه حاجة أخرى، راهم معناتها الناس اللي تعرفهم شخص ليه شخصيا، مدام بعض الاستثناءات ماهوش كيفنا، هي نجم نقول لك وذيك اختلافنا، ما ثم حد كيما حد، أما راهم حاجة معناتها زاد هو في فينا نحن الاختلاف، خاطر احنا عندنا قصور في فهم اللغة نتاعهم، مش كل إنسان مختلف علينا راهو هو اللي معناتها المشكل موجود عنده، لا المشكل عندي أنا خاطر ما نعرفش لغة الطم، المشكل عندي أنا خاطرني ما نعرفش نتواصل بلغة غير اللغة اللي أنا تعاملت بها، ولا بالحركات غير الحركات اللي تعودت بهم، وما اجتهدتش أني نتعلم حركات أخرى ربما تسهل لي تواصلي مع فئة اللي هي ما تتواصلش وما عندهاش القدرة أنها باش تحسن أو تصعب عليها أنها تحسن القدرات نتاعها في التواصل. خلنا نعطيك أنا وضعية وقل لي على الأقل مدام لطيفة، خاصة أنتم جمعية ياسين وعندكم جميع المستشارين والناس اللي قاعدين في الأيام التحسين على امتداد 3 أيام هذي، بعض الوضعيات اللي اكتشفناها في الإعلام التونسي تلقاها تقول لك المرأة أنا نخدم البو يخدم يحصر كتفول النهار كامل، سامحني بين قوسين ساعات يربطوه خاطر خايفين عليه، يقول لك أنا نخدم وما عنديش كما نخدمش ما نجمش نوكله وما وفر له مستحقاته، يتم تقديمه إعلامين يقول لك هاو تم الطفل هذايا ما تمش منحه من 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 جميع حقوق والمعاملة الخاصة، نلقاو الطفل ضحية المرض نتاعو والأم زادة ضحية المرض نتاع الطفل اون كيلكو سورت، كيف يجب التعامل مع الوضعيه هذه؟ هي نظريه علميه، هي حكيت على الموضوع هذا يعني برزت منذ الستينات، ولكن اثبتت البحوث العلميه اللاحقه انها مش هي السبب الوحيد، وانها غير كافيه لتفسير معناتها وجود هذه الاصابه. يعني يسميوه الفينومين ريفريجيراتور مادر، يعني الام اللي تكون مشاعرها بارده، اللي تكون هي بعيده، اللي تكون فما مسافه تواصليه وعلائقيه مع ابنها، فانها معناتها تكون سبب في إصابة ابنها بالتوحد، وهذا ما أثبتت الدراسات العلمية أنه غير كافي لتفسير الإصابة هذه، فإنه عنده أسباب أخرى متعددة، معناتها ما نرميوش الحمل على العائلة، خاطر العائلة هي بيدها يعني مفقرة من كل آليات الإحاطة في الوضعيات العادية، يعني أنا حكي مع طفل عادي، العائلة مفقرة من الآليات النفسية والاجتماعية لمتابعة أبنائها و معناتها مستنداتهم والإحاطة بهم، فما بالك إذا كان يصير فما يعني حاجة غير عادية غير مألوفة، وإنه الإرشاد والتوجيه ما يكونش كافي، يعني باش تعرف هي وين تمشي ومع شكون تتواصل، المعلومة ناقصة، المؤسسات ما فماش، السياسات غايبة، الميزانيات ما فماش، فبالتالي أني صعوبات كبيرة وجمع. احنا هذا علاش نقولوا ديما المجتمع المدني وخدمات القرب، خدمات القرب هي اللي معناتها تعاون. اليوم احنا معانا بلدية الفرم كراعية زادة هي للمشروع هذايا، مع الأليسكو تعهدت بتوفير كل ما يلزم معناتها المساندة الرسمية ودعم الشؤون الاجتماعية، نحاولوا نخدموا مع بعضنا في المجال اللي يسمح انه معناتها نتحركوا فيه، وبالتالي الموضوع هذا ما يهمش كان السياسات معناتها المركز، لكن يهم حتى المحليات، اليوم في القروان، اليوم في جندوبه، في اي منطقه، الناس اللي يخدموا غادي المجتمع المدني، الهيئات والمؤسسات لازم ينتبهوا لوجود الاطفال هذيا، مش كان الاطفال المصابين بالتوحد، لكن الاطفال زاده ذوي الاحتياجات الخصوصيه واصحاب الاعاقه. قبل ما نختم انا معك، بحضور جميع الممثلين وخاصه الجانب الحكومي والوزارات، اليوم عندنا استراتيجيه واضحه للتعامل مع مرضى التوحد في تونس والا لا؟ عندنا دي زوبجيكتيف حاطينهم على 5 10 20 سنة والا لا؟ هذا موجود والا غايب؟
كاستراتيجيا اسمح لي نقول لك ما فماش، لكن شنو اللي فما اليوم؟ فما توصيات المنظمة العالمية للصحة، وفما الدعم المالي للاشتغال من القدام حتى 2023 فما بعد، يعني اليوم ولات فما بوادر اهتمام عالمي ووطني، وبالتالي هذه بوادر لإنشاء استراتيجية. احنا بزلنا في الخط الأولاني بدينا نخدمه طبعا، فهمتني كيفاش؟ دونك احنا إن شاء الله يا ربي بتكاتف كل الجهود نوصلوا نحققوا هالاستراتيجية هذه، ونوصلوا تكون عندنا كل مربي عنده الحقيبة البيداغوجية، وكل ولي في داره عنده حقيبة بيداغوجية يعرف كيفاش يتعامل بها مع ابنه، وتكون عندنا ناس مختصين، خاطر حتى اليوم إشكاليات في غياب المؤسسات لكن غياب الإدارات المختصة بيه، حتى في التكوين، يعني حتى في تكوين معهد العالي إدارة الطفولة مثلا كان نحكيه نعطيك مثال أنهم ما يقراوش حتى موديول، يعني وحدة تعليمية في خصوص الأطفال اللي هم مصابين بالتوحد. بفهمتنا اللي سألتك هكا، خاطر ما هو الكل يتبع، كي نحط أنا استراتيجية كاملة مدام لإدارة الكل والمراكز وكلها تولي تتبع باش ننجحوا في تعاملنا مع أطفال التوحد. احنا مشيت التوجه نتاعنا في إطار المقاربة الشمولية، ومسينا كل الأطراف اللي نجم نروهم اليوم موجودين، ومعنى القائمة مفتوحة أنها تنضاف لها أطراف أخرى وفاعلين أخرين. دونك هذا هو المقاربة باش تكون بإذن الله شمولية، يعني متعددة القطاعات، يكون المحور نتاعها هو طفل التوحد إن شاء الله يا ربي. نعود نذكركم أنه موجود في مقر لاليسكو الاجتماع نتاعكم هذه الأيام التحسيسية اللي تجمع جميع الأطراف، الوزارات، المنظمات، الأولياء، وحتى أطفال مرضى التوحد، باش ياخذوا عليهم فكرة. أكثر التفاصيل الانتجريتي للانترفيو تلقاها شوية أخرى على الباج وفي سيل فيسبوك لراديو الحياة فام. مدام لطيفة التجوري مستشارة الجمعية ياسين لمرضى التوحد ومختصة في علم الاجتماع، أهلا وسهلا بكم من السل كل على راديو الحياة فام. ساعتنا الثانية مش تبدأ في أقل من 4 دقائق، بعد شوية بش يكون حديثنا المداوات بالأعشاب، ولكن ما يفوتنيش اليوم الحقيقة، هي القلب يدق الحقيقة، ونستنى في 8:30 متاع الليل في استاد رادس إن شاء الله بعد تكون فرحة التوانسة كبيرة وقت اللي يكونوا موجودين في قطر 2022 وينورونا نسور تونس وراهم 12 مليون تونسي. أهلا وسهلا بكم على 3W راديو الحياة FM.net. زوم سانتي، زوم سانتي 5.0. أطباء الاختصاص كل يوم يكونوا حاضرين بحرين على امتداد 50 دقيقة، ونطرح اليوم أسئلة أنتم ما تهتموا بها. المداوات بالأعشاب، هذا التوجه عالمي جديد وفي تونس عنا تقاليد فيها، رجعنا قبل، شنية الفوائد نتاعها، كيفية التعامل معها، هذا وأكثر بش يكون موضوعنا اليوم في ألو دكتور. المداوات بالأعشاب من أهم طرق العلاج في العالم وفي الأعوام الأخيرة واللي مطروحة في تونس. شنو خصائص العلاج بالأعشاب وكيفية المعالجة بها؟ أسئلة جاوبنا عليها الطبيب المؤهل للمداوات بالأعشاب الطبية محمد جوتشا في ألو دكتور من 11 حتى نصف النهار. كلمونا على 70-35-120 70-35-120. مع رحيم صحتكم بالدنيا. دكتور أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا بيك وبالقروان وإذاعتكم الجديدة، ربي يوفقكم إن شاء الله. بارك الله فيك، نشكرك على حضورك بحضنا اليوم في موضوع يهم التوانسة الكل. سيادتك أنت طبيب مختص في التداوي بالأعشاب الطبي، هذا هو اختصاص نتاعك دكتورة؟ صحيح صحيح، معنا إلى جانب معنا قراءة الطب، يعني بطبيعتي كنت نحب الطبيعة، معنا دونك دوبا بدا التعليم التكوين في كلية صيدلة بالمنستير، دخلنا في القرينة وبعد ولينا نقريو، ومن الحوايج الباهية أنه ولات موجودة في تونس برشا أطباء يداويو بالأعشاب الطبية، سفين ألترناتيف، معناها هي طريقة بديلة ولا معناها بارالال، معناها مع الطب الحديث اللوباتيك، معناها الطب الكيميائي اللي هو معناها ما فيش شك في تقدم كبير، لكن دينا نرجع للطبيعة وناخذ منها، خاطر الطبيعة والأعشاب الطبية فيها برشا حوايج ما نعرفوهمش وبرشا حوايج نجم نستفعوا بيهم. هي العودة إلى الأصل، خاطر الأصل في الشيء كانت العبيد الداوي بطريقة طبيعية عن طريق نباتات حتى في تاريخ الأطباء العرب والعالم الكل. واثنين، عرفنا زيادة أنه التقدم التكنولوجي واستعمال برشا مواد كيميائية راهو يضر، ماهوش باش ينفع إلى حد ما زيادة دكتورة. صحيح، معناها الدواء الكيميائي معناها بطبيعة الحال هو دواء ناجع، لكن فيه معناها مخلفات جانبية بطبيعة الحال، قد ما يكون ناجع قد ما يكون فيه مخلفات جانبية معناها. والطب الأعشاب واستعمال النباتات الطبية من الحقيقة منذ تخلق الإنسان، معناها خاطر الإنسان قبل ما ندوب تخلق ولا يعرف بالتجربة أنه فما النبتة هذه تنفع في الحالة هذه وغيره.
بون معناها جات فتره طغات كيما الفتره هذه الكل في النصف الثاني من القرن العشرين، طغات الماده والعلم معناها ولا اله معناها اي حتى في كل شيء، لذا معناها تخلاوا على كل ما هو طبيعي وكل ما هو معناها اصلي. لكن تو في بدايه القرن 21 معناها الناس كلها رجعت معناها حتى في الغرب رجعوا للطبيعه وراوا انه معناها التمادي في هالخط نتاع الاندستريالايزاسيون ولا معناها اي التصنيع واستعمال الكيميائي معناها ولا مضر اكثر من المنفعه نتاعو، لهذا رجعوا وان كان التراث نتاعنا راه معبي كما قلت لك معناها ابن جزار ما نصوروش كان يستعمل معناها في ادويه معناها كيميائيه، كان يستعمل في الاعشاب الموجوده حول القيروان، وكان معناها طبيب عالمي معروف عالميا كما ابن سينا كان معروف عالميا معناها في المنطقه نتاعو. صحيح. دكتور تسمح لي في نقطه قبل ما نواصل حواري معك، نذكر ساعه الساده المستمعين انه راه حاضر بحضنا دكتور محمد جوتشا طبيب مختص في التداوي بالاعشاب الطبيه، راه نحكيوا على طبيب قاري في فاكولتي نتاع كليه الطب في تونس، ماهوش بطريقه سامحوني بين قوسين رعوانين نلقاهم في البلايص الاخرين، ليه؟ راي امور علميه ومضبوطه جدا، هذه نحب ناكد عليها سي محمد. بطبيعه الحال احنا توا نقريو في الفورماسيون هذه في تكوين الاطباء والصيادله في التداوي بالاعشاب الطبيه في كليه الطب في المنستير، معناها كنا في صيدليه في كليه صيدله وتوا موجود تعليم في كليه صيدله وموجود تعليم في كليه الطب في المنستير، معناها باشراف معناها اطباء واساتذه جامعيين في الماده معناها. وبطبيعه الحال هو امور علميه، هو ممكن الصيادله يفهموا الفيتوثيرابي ولا التداوي بالاعشاب الطبيه اكثر من الاطباء، خاطر الاطباء تو احنا قرينا في كليه الطب ما قريناش حتى نهار على لي بلونت ميديسينال، بينما في كليه الصيدله فما سبيسياليتي كامله اعشاب الاعشاب الطبيه. باهي دكتور خلينا نفهم تو النقطه، وانت انتم تداوي باراليل والا مثلا نجيك انا انت سيتك طبيب عام مثلا انا مريض باي مرض عندي حتى غريب مثلا جينا بورتوكورا دكتور انا مثلا عندي غريب نجيك تعطيني الدوايات ومعاهم الاعشاب هذيا تقول لي لا تخيرني بين الدوايات وبين الاعشاب، تقول لي لا ننصحك انا تمشي في الاعشاب، كيفاش تتم العمليه بصفه عامه دكتوره؟ بصفه عامه هو كل شيء نجم نداوي بالاعشاب الطبيه تقريب كل شيء، الجريب تو انت خذيت مثال الجريب حاجه سهله الجريب معناها في كثير من الاحيان وللاسف معناها انه اكثر الاطباء يعطيو دي زونتيبيوتيك ويعطيو ساعات دي كورتيكويد لكن هو فما وصفات اخرى معناها حتى باش تغلي شويه قرفه وعود وزعتر وكليل ساعات معناها يفرهدوك من غير ما تمشي للشيمي معناها، وهذا راهو يفرهد معناها فيه حتى مصلحه اقتصاديه للبلاد معناها فهمت؟ سي نورمال. فما حاجة العائق تو في الحقيقة هو قلة الصيدليات اللي يجيبوا الأدوية معناها، خاطر احنا الأدوية نستعملوا فيها معناها تتباع في الصيدليات معناها، ايه. مش نقولوا برمشي ناحية من الغابة اطلع للجبل. ساعات معناها ينجم معناها نجموا كيما قلت لك عود وقرفة وزعتر وكليل ينجم يلقاها في الزرارعية معناها وحاجة بسيطة، لكن ساعات يلزمنا نمشيو دي بريباراسيون معناها يصنعوهم صيادلة ومعاش نستعمل الدواء اي تنجم تستعملش الدواء معناتها تنجم تعطيني دكتور أي. تقول لي رحاي مش تشرب كاسين هكا تغلي فيهم نوع الحشيشة هذية وتزيدهم هذية لمدة 3-4 أيام أي. ونستغنى على الدواء ديما نبدأ بهذاك معناها إذا كان حاجة بسيطة خاصة لباتولوجي فيرال معناها الفيروس معناها فما دي بلانت كيما السرول مثلا الزيت الروحي متاع السرول ينجم يقتل الفيروس معناها فيروس لا غريب اي معناها واحنا ديما قلت لك معناها الناس تمشي لانه يمشي ماشي نحي من الطبيعه، لا احنا في الحقيقه نستعملوا مستحضرات طبيه معناها جايه من النباتات الطبيه كما الزيوت الروحيه مثلا فهمت الزيوت الروحيه معناها اذا كان نستعملوا زيوت روحيه يولي عندها مفعول ساعات كيما معناها قريب سيرتو في بعض الامراض اللي معناها ما فماش دواء كبير معناها في الشيميك معناها مثلا للجريب لكن احنا نمشيو ابعد من هيك راهو فما عندنا نتائج في امراض معنا حتى اخطر من هيك اخطر شويه اي اخطر معنا مثلا توني حسب التجربه نتاعي مثلا في اللازم معنا ذيق انفس اللي يقولوا الفدح عافاكم الله معنا عندنا نتائج معنا خارق العاده معنا لكن يلزمها وقت معنا لازم نستعملوها الوصفه يلزمها تستعمل مثلا عام في الدبريسيون في الاكتئاب
عندنا وصفه معناها ونجم معناها اون بو بروندر ان شارج دي باثولوجي لورد بطريقه طبيعيه معناها المستحضرات مستخلصه من معناها مواد طبيعيه ما فيهاش معناها. هو في الحقيقه الـ 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 الادويه تقريبا 45% ولا اكثر من الادويه مستخرجه من النباتات راهو ما جبناش حاجه جديده، لكن هما الاخرين ياخذ لك ان موليكول ياخذ لك معناها من جزء جزئي اي ياخذ لك موليكول من مثلا الاسبرين. الاسبرين سي البولون بلون سي بلون في الاصل معناها البولون بلون خذوا معناها موليكول وصنعها خاطر يلزم معناها خاطر يلزم كثره معناها ما نجموش باللي بلونت معناها يعملوا لازم معناها لي بلونت معناتها الاعشاب وحده غير كافيه. لا مش غير كافيه معناها كيما الاندستريالزاسيون تو تجي معناها احنا في المقروض في القروان معناها كانوا المراه في ديرتها عندها معناها دي كميه محدوده للدار بعد ثاني تولي اندستريالزاسيون خاطر الطلب يكون كبير وحتى في المرعو في السوم يولي ارخص. لكن احنا تو شنو جديد في هذا تقول لي هذا هو هذاك هو معناها جديد هو انه الضر انه البلانت يسمى التوتوم كيف ناخذها البلانت بكلها عندها مفعول خير من انا ناخذه جزء منها. والبلانت مثلا فما دي بلانت انتي انفلاماتوار ضد الالتهابات معناها خذ منهم جزء وصنع منهم معناها دي ميديكامون انتي انفلاماتوار. لكن هاللي بلونت هل جزء ضد التعفنات خلينا مثلا الالتهابات ضد الالتهابات لقاو انه معناها كي يستعمل دواء ضد الالتهابات فما مفعول جانبي ولا ديزيفي سكوندير ساعات مخطرين على المعده وعلى الكلاوي بينما كي ناخذوا دي بلونت انتي انفلاماتوار بالعكس ما يعملوش هالمفعول الجانبي هذا ما يعملوش مفعول جانبي وبخلاف انهم انتي انفلاماتوار عندهم مفعول اخر اكثر من هذاك. أيه. هذا الباهي في العملية باهي نقطة مهمة برشا. أنا دكتور أيه. فرحان برشا اللي تحاضر بحثينا خاطر ديما عنا نفس الفكرة أنه اليوم نظام غذائي متوازن مع أدوية طبيعية راوي يخليك في صحة جيدة اليوم ويبعدك على أي استعمال صناعي أو كيميائي ديما يبعدك يخليك معناتها ديما في صحة جيدة دكتور. صحيح. على الأقل معناها أنت قلت الغذاء الطيب متوازن الغذاء المتوسط أيوة. رجيم ميديترانيا معناها مالوريزمون توا الشباب نتاعنا بعد ياسر عليه معناها هو معناها كثير من الغلال والخضر وزيت الزيتون سيرتو الرياضه والحركه الرياضه والحركه وجري الستريس جري الستريس تبع شويه هذوما ثلاثه حوايج اساسيه للصحه الجيده به. هل انه صحيح وصلح لي خلنا خاطر قمت ببعض الابحاث وخلنا نفسر لهم الفكره باستعمال بعض الاعشاب، هل انه صحيح ان بعض النباتات الطبيعيه لتخفيف التوتر كما مثلا البابونش التي هذا على نطاق واسع في علوم الطبيه لتاثيرها في تخفيف التوتر يخليك تجري التوتر، صحيحه هذه او لا؟ صحيح ما فيش شك معناها وحتى في الـ في الـ في التراث نتاعنا كما قلنا واحد متقلق متغشش معاه عمل له كاسترولوجيا موجود في الـ فما دي بلونت انتي سباسموديك نيروتروب معناها ينقصوا التشنج ومن الحوايج اللي عندنا فيها نتائج خارقه للعاده هو التشنج. برشا ناس متشنجين والتشنج يعمل برشا امراض هذوما يسميهم لي مالادي بسيكوسوماتيك معناها الضغط النفسي والضغط من الحياتي يخلق برشا امراض. حتى احنا تو حكينا بكري على الاكتئاب ولا على الفده معناها ساعات تجي تشوف تلقى الاصل نتاعها هو معناها ستريس قوي ولا ضغط قوي ولا معناها تعب اكثر من اللازم يولد عليه معناها امراض معناها وتقريب 80% من الامراض ديما تلقى فما ان فاكتور معناها ستريس وضغط معناها خلينا نقولها بالعاميه يحير برشا معناتها يفرعص البدن ويحير برشا امراض من عوامل الخطر اللي عديد من الطب كانوا حاضرين بحضنا بعد ما يحكي لي ديما موجودين فما زوز نقاط يقول لي الدخان والستريس راهم هذوك يحيروا برشا يفرعصوا البدن ومن عوامل الخطر في امراض اخرى. هما الناس ياخذوا في الدخان في بالهم ينقص ستريس معناها طريقه نتاع ريلاكسون معناها هو ريلاكسون لكن باي ثمن. اقول لك انا نتنرفز نمشي نعمل باي ثمن لكن هو ينقص معناها الدخان سي ان انكسيوليتيك لكن فما بوكو دي بلونت انكسيوليتيك كثير من النباتات اللي تنقص الضغط وتهدي كيما شنو ما خلني اخوانا كيما ذكرت البابونج كيما النعناع فهمت كيما اللافاند الخزامه الخزامه اي
معناها فما كثير معناها وكثير معناها تنجم نعد لك حتى 10 نباتات معناها اللي مش كلها موجوده في تونس معناها لكن عندنا معناها نباتات موجوده في تونس ونستعملوها وتهدي معناها وتنقص من الضغط. هل صحيح فما بعض الأعشاب تحتوي على خصائص المضادة للجروح معناتها تنجم نداوي بها بعض الجروح صحيح هذه دكتور ولا ما فيش شك معناها سيكاتريزونت انت كنت تشوف توا اللي طهروا هنا في القروان توا تقاه ما يستعملوش دوايتك الطهارة نتاع قبل طهارة الزم استعمل قطابة مثلا القطابة سيون بلونت ميديسينال بارفوا اكسترن معناها استعمال خارجي خاطر كان نستعملوها داخلي علاش هو الميدان هذا يلزم علم ويلزم القراءة ويلزم الطب معناها أن دعوة هذه فرصة باش ندعي الأطباء معناها باش يجيوا يتكونوا في كلية الطب في في في, في سوسة في المستير باش يتعلموا هالتكنيك هذا ويتعلموا برشا حوايج خاطر احنا الحقيقة الابروش متاعنا سي بلو بروفون معناها ندخلوا أعمق من هيك ندخلوا أعمق مثلا عنا في في بداية التعليم التكوين اللي نعملوا فيه نعملوا معناها الادابتاسيون كيفاش الإنسان يتأقلم جسم الانسان معناها عنده دي مواد ادابتاسيون لازمنا نعرفوها ونأثروا فيها باش نجموا نقصوا من هالتشنجات وهالقلق اللي يوقع لنا من ستريس به. هل انه صحيح زيد الدكتوره وديما خلي باش يفهموا الاهميه اللي قاعدين نحكيوا فيها نعاود ذكركم سي لوكازيون انكم تطرحوا بعض الاسئله للناس اللي قاعده تسمع فينا اليوم على ضيفنا اليوم دكتور محمد غوتشا طبيب مختص في التداوي بالاعشاب الطبي. هل انه اليوم صحيح فما بعض الأعشاب الطبية تحتوي على مضادات للأكسدة وكل ما زاد طرد الجسم للسموم كل ما بقي أكثر صحة وهناك بعض المنتجات النباتية اللي تساعد في إخراج السموم الضارة من الجسم كما مثلا الكركم وكما الكمون اللي هما هذوما من بعض الأعشاب اللي تنحي الأكسدة تخليك في صحة جيدة. صحيح النقطة هذه دكتور؟ صحيح الكركم معناها سي ان أنتي أوكسيدون ودار معناها أكثر لي أنتي أوكسيدون دي بلانت هما معناها الكيميائي ايش يعطيو دي فيتامين فيتامين سي والفيتامين او والفيتامين هذوك دي زونتي اوكسيدون لكن هاللي فيتامين كلهم موجودين في لي بلون مثلا جبت الكركم الكركم سي ان انتي اوكسيدون بار اكسيلونس سي ان انتي كونسيرو الكركم سي ان انتي انفلاماتوار ضد السرطان ضد السرطان عنده يعني في انتي ميتوتيك ينقص من تكاثر الخلايا السرطانيه معنى الكركم وهذا ثابت معناها مش معناها مش نحيو خاطر توا مداوات السرطان ولات متطوره ياسر فما دي بروتوكول كل نوع شنو دواء وكذا لكن راهو الكركم معناها احنا كيف ندخلوه في العادات الغذائيه نتاعنا فهمت ونشوفوا احنا توا فما معناها بلدان كيما اليابان وكيما المنطقه معناها السودست ازياتيك هذاك معناها ياكلوا ياسر الكركم لاحظوا انه فما انواع من لي كونسير ما عندهمش وهو واقي من التهاب المفاصل وهو انتي انفلاماتوار الكركم سي ان انتي انفلاماتوار معناها وفما توا مستحضرات في الصيدليات معناها تنجم تستعمل الكركم تستعمل الانتي انفلاماتوار اللي هما فيهم الكثير من معناها خاصه اني ساعات نتاسف اني نرى ناس نهار الكل ياكلوا في الانتي انفلاماتوار وبعد ثاني ساعات يعملوا انسيزونس رينال في قال لي معناها عجز كلوي معناها الكلوه نتاعو ماشي خاطر لي زونتي انفلاماتوار نفروتكس خايبين على الكل بكميات كبيره بخلاف انه ميه الكل معده نجم نعملوا قرح في المعده ولا التهاب في المعده بينما استعمل الكركم معناها بكل منافع ما فيه كل منافع دار ما فيش زونتي ما فيش ديزيفي سيكوند وهو من اكثر الاعشاب الطبيه الشعبيه في تونس وفي العالم من اكثر في تونس زنجبيل اللي قاعدين نحكيوا عليه شنو هي الفوائد نتاعو الزنجبيل تاو دكتور اللي قاعدين يسمعوا فينا الناس الكل اي جنجبر زاد كيف سنتي اوكسيدون هو ولد عم الكركم معناها قريبين لبعضهم ياسر معناها لكن فيه منافع اخرى معناها هو سيون بلانت ادابتوجين معناها يعاون الانسان على التاقلم وينشط الغده الدرقيه معناها الاستيمولون معناها تيرويديان الى جانب انه فيه معناها مكونات اخرى نجم احنا ديما سامحني احنا ديما كي ناخذوا المريض ما ناخذوش جانب برك ناخذوه جلوبالمون كيفاش ناخذوا المريض ناخذوا معناها الارضيه علاش المريض هذا مرض بالصفرة حاشاكم معناها وعافاكم الله نشوفوا نقاو فما انترا الرجيك معناها عنده نوع من الحساسيه وعنده معناها ضعف في الجلده انا تلقاه عنده ان بروبليم دي دريناج معناها كوتاني ونلقاو الكبده نتاعو اللي هي السونتر معناها اسونسييل في البدن
نتاع تنحيط السموم. الكبدة راهي معناها كيما صافي مصفي. اي الله يرحمه معناها كي قرينا في كلية الطب في سوسة معناها قرانا أستاذ معناها مبجل الله يرحمه معناها سيدي بو زكورة قال لو كان نلموا معامل الدنيا بكلها ما نجموش معناها ما يجيوش قد خلية متاع كبد. خلية الكبد معناها تخدم في خدمة أكثر من معامل متاع الطيارات ومتاع السيارات ومتاع كل شيء في العالم. الخلية هذيك تخدم أكثر منها معناها. فهي معناها أهم حاجة في خلية الكبد هو أنها تخرج السموم. إذا كان الكبدة تبدأ مش مرقلة وفما بوكو دي بلون فما الكثير من النباتات اللي تعاون الكبد تحماها ساعة خاطر هي معرضة إلى السموم كما أي أعضاء أخرى أي. تحماها ثم تخدمها ولا ترد الخدمة متاعها متوازنة. خاطر ساعات تخدم أكثر من اللازم مش باهي وساعات تقع ما تخدمش بالباهي ومش باهي. هل أنه صحيح اليوم نحكيه في تونس دكتورة في تونس عندنا حوالي 200 نوع من الأعشاب الطبية اللي موجودين في تونس وينجم يكونوا دواء لعديد من الأمراض؟ صحيح الرقم ده يا دكتور؟ والله ما نجمش نعطيك رقم الحقيقة لكن هي كلية الصيدلة جات فترة وعملت معناها مسح لتونس بكلها واستخرجوا معناها ممكن 100 نبتة معناها 100 نبتة اللي مستعملة في الطب التقليدي التونسي يتصلوا بناس ديزيربوريست معناها كيما في العالم الكل كيما حتى في سوق العطارين في تونس العاصمة أيه. دكتور أيه. ما زالوا بعض الناس الكبار اللي معناتها يعطيك مكملات مش نقول دواء أيه. معناتها تمشي له وتستشيره ويعطيك لك هذي راه به هكا وتشرب منه شويه وتغلي منه مرتين. ما زالوا بعض زوز ثلاثه مش برشا موجودين زيدة. موجودين لكن ما عندهمش صفه انهم يردوا بالهم خاطر الطبيب معناها مسؤول ساعة. طبيب مسؤول ثم يرد باله معناها وعلاش احنا يلزم الطب يقراوا الفيتوثيرابي خاطر نحب ولا نكره الناس تحب تستعمل الاعشاب الطبيه لكن نخافوا انه معناها يستعملها بطريقه غلطه وقتها تولي في عظم تكون منفعه كبيره نجم تولي معناها ضاره. فهمت خاطر مش صحيح انه النبته معناها اذا كان ما تنفعش ما تضرش مش صحيح مسيحه الكلمه هذه مش صحيحه نجم مادام اي مادام عندها ان في معناها إيجابي نجم تكون عندها إثي معنى آخر. هل هو بمنطق إذا كان استعمله معنى مثلا دوزة أكثر من لازم هل هو بمنطق إذا فات الحد انقلب للضد حتى في استعمال الأدوية والأعشاب النبتية دكتور خاصة إذا كان استعمله مستحضرات معناها كونسنتري مثلا زيوت الروحية زيت الروحي معناها مثلا متاع الخزامة اللي هو فيه كثير من المنافع قليل الأردنونس اللي نعملوها ما فيهاش ويليسانسي دلافان فهمت ولا متاع الزعتر قليل نتاع الزعتر الزعتر هو الزعتر التان التان بالفرنسي معناها اذا كان نستعملوه بطريقه مثلا ندهنوا الجلد نتاعنا بزيت روحي نتاع خزامه ينجم يعمل حرق يحرق نجم يحرق اذا كان ما نعرفوش كيف نستعمل كان ما خلطوش بزيوت نباتيه اخرى زيت زيتونه ولا زيت لوز ولا حاجه به. طيب دكتور هنمشي معاك على الاقل في بعض الافكار السائده في استعمال النباتات أيه. وخلي في اول حضور معانا اليوم قلت ربي تو تتكرم باش نعطيهم فكره بصفه عام به. تو انا مثلا دكتور حياتي الكل نمشي للطبيب وناخذ في ليزونتيبيوتيك والحربوشه الفلانيه بعد الفطور 6 مرات 7 ايام في الجمعه كي نقص ونولي انا نتبع في هالبديل هذا واللي هو طب الاعشاب اللي عندي فيه ثقه في الاخر نباتات بطريقه طبيعيه هذا ما يكونش صعيب شويه انه زاد بدني يلسدابت هذا ما يخريش نوع من الفراغ وينجم ياثر لي على صحتي هالقلب من هالصناعي للطبيعي كان صح التعبير دكتور هو تو فما زوز انواع من المرضى فما الناس اللي ما تمرضش والحمد لله تلقى صحه جيده مش توتيه يمرض جراجمو ولا كحه ولا حاجه يستعمل دويت وهذوما معناه ينجم طول معناه كيف يمرض قبل لا يمشي للزونتيبيوتيك والحوايج الاخرى يستعمل دويات وان كان معناها كيما قلت لك تو احنا في القروان تو قروان كنت تقول لي انت تو نعطيك اوردونونس للفيتوثيرابي ما تلقاش من تشريها في القروان ما ثماش دي فارماسيان متكونين في الفيتوثيرابي حسب علمي معناها وان شاء الله يولي موجود هذه فرصه ان شاء الله يوليو موجود خاطر يلزم توجدوا طب يكتبوا البريسكريف معناها الفيتو وبلاصه ومعاهم وتزود دي فارماسيان يبيعوا لي برودوي فيتو لي برودوي فيتو معناها قلت لك ثم دي لابوراتوار معناها للاسف من الخارج باقي نجيبوا فيهم من الخارج الدويات معناها يعملوا دي كونسونتري دي بلون مثلا الكركم بكري جبدنا على الكركم فما دي كونسون معناها كي تمشي الفارماسي تقول له اعطيني
دواء مستحضر من الكرب مش يعطيك حاجة مستخرجة من لابوراتوار وكونسنتري، وهذيك اللي عندها مفعول معناها كبير، فهمت؟ خاطر الاستعمال الغذائي معناها المفعول نتاعو أقل، معناها نستعملوه في تقاها مرضى خفيفة. تو واحد مستبرد هو من قبل راهو في الحقيقة معناها مستبرد يغلي شوية عشاب يغلي كذا، بون إذا كان شيء وسخون وكذا وما تحسنش يولي وقتها يمشي للطبيب ويعطيه دي زونتيبيوتيك. معناتها فعال في المراحل الأولى؟ أي فعال في المراحل الأولى توا، معناها ينجم يكون فأنتي والبدن راهو ستاني كيليبر. إذا كان واحد بدنه صافي ومعناها ما يدخنش مثلا ورياضي ويتحرك وما عندوش حساسية وما عندوش معناها ديتار معناها في بدنه، بطبيعة الحال معناها هي أنا الجسم بطبيعته يحاول يقاوم المرض، سي لادابتاسيون معناها عنده الإمكانيات. احنا شنو نعملو؟ احنا نعاونوا الجسم باش يتغلب على المرض، احنا ما نداووش المرض، احنا في الحقيقة نعاونوا الجسم باش يتغلب على المرض، خاطر المرض بصفة عامة سيتون موفيز ادابتاسيون، هو الجسم يحاول باش يقاومك المشكلة هذيك سواء ستريس ولا جرثومة ولا حاجة، لكن ساعات المقاومة نتاعو ما يوصلش يقاوم ولا يقاوم حتى يفوت معناها شيزم يعمل معناها هذه معناها اللي مالادي اوتو ايميون معناها الحساسية، نوع من الحساسية هي في الحقيقة ردة فعل من الجسم تفوت معناها المطلوب منه. به دكتور خلينا نفهم من حاجة، بعض الأمراض المزمنة نجم نحكي ولا أعشاب مثلا لمرض السكري موجود، الحلبة مثلا ماني جيت كنت شاسلك عليه، الحلبة معناها ستون بلانت انتي ديابيتيك معناها معروفة، معناها مش استنبطناها احنا، موجودة في بعض بلدان فما دي ميديكامون اباز معناها دي فينوغريك معناها الحلبة، مثلا البصل ستان انتي ديابيتيك، مثلا الكوريوندر التابل ايه ستان انتي ديابيتيك، فهمت؟ الى جانب معناها تو هو مريض السكري راه مش حكايه الدواء برا، هي طريقه حياه كامله. يعني قلت لك نظام حياتي من الاول لازم نزوز مع بعضهم اذا كان معناها ماشي يقعد ياخذ في الدويات وبرا من غير ما يعمل رياضه، من غير ما يبعد على ستريس، من غير ما يرد باله من الحلو، مش معناتها يبطل مثلا الزريرق كانوا ما وصل خان ديما نحب نسهل، كانوا وصل يستعمل في الزريرق مثلا اليوم مش معناتها يبطل يقعد يستعمله، اذا كان وصل الانسولين ما عادش فيه معناها دور لي صعيب ياسر الحقيقه حسب التجربه نتاعي، معناها اذا كان وصل الانسولين معناش معناها انسولين معناها البنكرياس نتاعو معناش تعطي انسولين بالكل. جاوك بعض حالات ما وصلوش الغادي وتحسنوا برشا دكتور؟ اي تحسن بالنسبه للمرض السكري وضغط الدم، يتحسن اي بالنسبه، هاني قلت لك معناها بالنسبه للي يستبردوا ياسر مثلا صغيرات ديما يستبرد، عندنا امكانيات باش نعطيوهم معناها دي بريباراسيون تقيهم من الفيروس، يولي اقل حساسيه للفيروس معناها حتى كي يجيه معناها يبرى فيسع في عضو يقعد جمعة يولي نهار ويتفرهد فيسع معناها، فما طرق معناها برشا أمراض مثلا الشقيقة معناها ساعات عندنا نتاج خارق العادة للشقيقة، وصلنا الاكتئاب ديبريسيون بون ساعات يزمك تقعد عام تعطي فيه في الأوردونونس، لكن فما برشا حالات نتاع اكتئاب بطريقة طبيعية. دكتور توك حكيت لي انت على الشقيقة، خاطر انا معناتها كل مرة تمشي بيا للمرض الجديد وانا محضر لك على الاقل بعض الوضعيات اللي يسالون عليهم وقت يقول لي ادويه الاعشاب. خلينا نسالك على نقطتين، الشقيقة تداوى معناتها بطريقة معناتها طبيعية بالاعشاب تداوى تنقص تولي ما عادش تجيني برشا؟ فسر لي بالضبط. الشقيقة شنو هي؟ معناها هو وجاعة راس نصفي أكثر الأحيان نصف الراس معناها، لكن ساعات الراس كله معناها تقريبا 20% من الناس عندهم شقيقة، فما اللي تجيه مرة في العام وفما اللي تجيه كل جمعة. في الحقيقة اللي تجيه مرة في العام معناها وجاعة راس اسمها ما عادش شقيقة، أي نجم ياخذ معناها حاجة خفيفة ولا يرقد ولا عصب راسه ولا يعمل معناها غلثة بالزهر وتمشي على روحه. الناس معناها إذا كان كل جمعة يمر بشقيقة معناها ولات مشكلة، واللي ديما غايب على خدمته ولا معناها قل حياته ولا حياته منغصة. هذوما عندنا معناها فما اون ابروش نتاع فيتوثيرابي اللي معناها في عوض كل جمعة يمرض يولي يمرض بعد 3 شهور، باش نقصوا الانتونسيتي لا جرافيتي ديكريس ديكريس باش خد معناتها لوجيه ما عادش تكون قويه برشا وما عادش ديما بصفه تولي تبعد بين الحاله والحاله، يوصل حاجه كيما هكا ديجا خرق اباز اباز باعشاب طبيه اباز دي بلانت. دكتور هاو فما من الاشكاليات اللي ولات تعب برشا توانسه ويتسائلوا عنده الخوف،
مشكل نتاع النوم عند التوانسه ولا مشكل كبير. يقول لك انا زاد ما نحبش انسان صراحي بالدواء ما نرقد كان ما ناخذ حربوشه الفلانيه تعرف اللي على طويل ويولي ما عادش نجم يرقد كان به. اي وتعرف اللي زاد ماذا بيه يمشي لطريقه طبيه وطبيه طبيعيه اللي ما تخليلوش حتى اثر. معناتها تنجم تداوها مشكل القلق في النوم. يلزمنا نعرفوا علاش ما يرقدش هو ساعه. انا مثلا من علامات الاكتئاب انه ما يرقدش. انا برشا ناس خاطر مكتئب ما يرقدش ولا عنده مشكله اخرى. معناها لازم نفهم احنا ديما نمشيو للسبب نتاع المرض. لكن فما دي بلان تونكسيوليتيك بيان سور، فما دي بلان سومنيفير مش هم نباتات تونسيه. معناها فما نباتات معناها مش موجوده ما موجود صيدليات لكن هي مش تونسيه ولا مش متوسطيه لكنها تجلب النوم وتعمل نوم هادئ كما الفاليريان مثلا. فاليريان سي اون بلانت معناها يظهر لي مش موجوده في تونس لكنها سي اون بلانت معناها انكسيوليتيك وتفرهد وفما دي بريباراسيون في الصيدليات ويعطيو نتائج خارقه للعاده. معناها باش نخرجوا من الادويه نتاع النوم خاطر ادويه النوم تعمل ديبوندونس معناها يولي واحد يوحل معناها يولي ما تنجم ترقد كان بيهم وهذيك خايبه. جينا نداوي في مشكل طبيعي مشكل دونك هذه بطريقه طبيعيه هذا حاجه به. نعاود ذكركم ضيفنا اليوم دكتور محمد غوتشا طبيب مختص في التداوي بالاعشاب الطبيه. فما كلك كومونتير يجيون يقول لك بعض الاسماء قاعدين نحسوهم نعرفوهم كي حكيت لنا على البابونج وحكيت لنا على الخسامه وحكيت لنا على الحلبه بعض الاسامي نعرفوه. حبيت نحكي على الثوم. سالونا عليه برشا دكتور عنده منافع كما يروى عند في الذاكرة الشعبية التونسية. هل هو دويلي بعديد من الأمراض اليوم موجودة في تونس دكتور؟ هي لو كان حسب رأياني من العادات اللي لازمها تدخل عند التونسي وإن كان هي موجودة معناها أنه كل يوم يأخذ سنة ثوم. نعرف برشا عبيت يا عم. أي إذا كان كل صباح نأخذ سنة الثوم على الخوي معناها ستون خاطر الثوم إلى جانب أن أنتيبيوتيك انتي بيرتونسور يركع قلل من ضغط الدم معناها انتي اغريغون بلاكيتا معناها ينقص من تخثر الدم وهذا تخثر الدم تخثر الدم وهذا معناها يحمينا من الجلطات جلطات دماغيه والقلبيه يوسع في الاوعيه الدمويه هذا في الاوعيه الدمويه معناها اي سي اون معناها سي اون بلانت ميراكل معناها نبته خارقة احسن عجوبه عجوبه لكن ما يلزمناش ناكلوا راس الثوم حتى وين معناها هاني جيتك توا على النقطة هذي. علاش احنا راهو ديما نوصيكم في أول حديثي معاك دكتور قلت لهم نزيكم تمشيو لطبيب مختص راهو قاريها راهو إذا فاتت الحد انقلب إلى الضد. دونك نجي نداوي في المشاكل هذيا الكل نلقى روحي عندي مشكلة جراء المداوات خاطر ما مشيتش للإنسان المختص دكتور. صحيح إيه هذا هو معناها بون وإن كان هو استعمال الثوم ممكن يدخل في الطب التقليدي التونسي معناها لكن ساعات الناس تكثر لها. أنا يقول لك عملت راس ثوم لكن الراس ثوم تجتو ني معناها ينجم يضر يولي يضر معناها خاطر فات المفعول نتاعو خاصة بالنسبة أكثر توكسيسيتي نتاعو هي المعدة معناها خاطر قوي في برشا زيوت روحية وينجم يضر. دونك أما استعماله في الطعام معناها بصفة عامة إذا كانت غلى الزيوت الروحية نتاعو مش تنقص ويولي مقبول معناها أقل مضرة. به دكتور عاودوا سألونا على الحلبة دكتور. يقولك في عادتنا التقليديه في الحلبه صحيه ولكن يقولك زعما صحيه كي نكثر منها مضر زايده دكتور شنو الفوائد نتاعها على الاقل حتى مضر سي بلون تونتي اوكسيدون ضد الاكسده فهمت. واهم حاجه فيها تخدم الكبده بكري حكينا على الكبده معناها سي بلون خاطر فيها المراره هذيك تخدم الـ تفرز المرار اللي هو هام ياسر معناها في امتصاص الأطعمة كثير من الأطعمة وتحمي الكبد معناها باهي ياسر الكبد الحلبة فهمت. مدبل الحليب بالنسبة للمرأة المرضع هذاك علاش توا في العادة في الحليب معناها في زدن المرات معناها هذاك علاش من العادات نتاعنا معناها أنه قبل توا ما عادش معناها ولا ممكن راهو موجود في بعض المناطق معناها يعملوا معناها بريباراسيون معناها فيحطوا فيها الزبيب والحلبة وحويجات كما هيك باش معناها المراه كيف تولد باش ترضع صغيرها بالباهي. مالوريزمون توا معناها اي امراه تجيني نقول لها ترضع في ولدك معناها اذا كان فات 6 شهور راهي معناها حاجه عملت حاجه كبيره ياسر. بعض الارقام الوطنيه اللي كنا تقدمت الدكتور تاكيد على كان
كان 13% من سيره وقاعدين نعطيه في رضاعه طبيعيه 100% ولمده 14 صار مش 16 فما بلايص يوصلوا 3% شيء معناه اسف شيء اسف معناه اي شيء اسف عارف الفوائد الصحيه نتاع الحليب الطبيعي اكومباري مع الحكوك حاجه بينما احنا معناها في القران موجود معناها معناها والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين انا اشوف معناها وتظهر علميا انه هذاك صحيح معناها به. دكتور خلنا مشينا توا باش يفهموا الناس الكل صحيح الاسيب اللي قدمناهم لكم والاعشاب اللي قدمناهم لكم تعرفوه ولكن لو كي قدمهم دكتور فما عديد من التحضيرات معناتها يتقدموهم اعشاب في صورتها الخام يما تمشيوا للفارماسيه معناتها يلقاهم كريمه يما يلقاهم زيوت يما يلقاهم معناتها ديك حربش معناتها حربوش هكاك كي تقدموا في الفارماسيه مال اي والفارماسي مش اي فارماسي يلزم صيدلاني قرا الفيتوثيرابي باش يعرف كيفاش يحضر ويلزم يعرف منين يشري خاطر معناها كيما كل شيء معناها فيه الغش معناها هذا اللي قلق زادة خاطر ساعات معناها تنسكثروا لي لابوراتوار باز دي بلانت لكن اون با سور من الكاليتي دي برودوي وهذا معناها ممكن قاعد يضر في التداوي بالاعشاب الطبيه خاطر هو علم علم كامل معناها و سي با ومالوريزمون توا الي محطوط في خانه لي كومبليمون اليمونتير معناها لي بلانت فيتو كل ما حكيت عليه قالوا لي راه مكملات غذائيه ماهوش دواء المكملات الغذائيه معناها الي ني با كونترولي ما عندهاش امام وهذاك علاش فيها الانفلات ساعات ثم انفلات لهذا انا نقول لي يمشي كي تمشي للصيدلي مختص وثقه ويعرف منين يشري لي برودوي نتاعو باذن الله معناها والطبيب زاد هو اللي يقول لك معناها تشري خاطر حتى معناها دي لابوراتوار من الخارج معناها ساعات راه ما يحطوش لي بون برودوي فما لي لابوراتوار احنا نعرفوهم اللي معناها كونترولي ولا هما ناس جديين وعندهم دي برودوي معناها افيكاس وثابته معناها به الدكتور اللي حبيت زاد انا اللي حبيت انا تو زاد نعرفه دكتور نحكيو على بعض معناتها كي ناخذ وين الدواء هذايا اللي تقدموا لي فيه مع تنجموا تعطيه لي تقول لي معناتها الفارماسي يقول لي غليه في الماء مثلا لمده ربع ساعه واشربوا كيفاش به تو خذيت انا الدواء اللي قلت عليه كيفاش الاستعمالات نتاعو تو معناها المستحلب والمغلي هذه اكثرها استعمالات تقليديه معناها تشري من عند الزرارعي ولا تشري ما زعتر ولا كليل ولا قرفه ولا عود ولا زنجبيل ولا الشوفيل ولا الحلبه اللي كنا نحكيوا عليها هذاك استعمال تقليدي اكثر منه لكن الاستعمال اللي الصيدلي معناها وفي في الخارج فما صيدليات تبيع حتى انفراك معناها تبيع الاوراق وتبيع هذا اللي ريتو على الاقل في فرنسا في فارماسي هكا معناتها موجودين تلقى فارماسيان ويوزنك من هذه قداش من جرام وهذه ويقول لك غالي وكيفاش تستعمل اما في تونس الصيدليات اللي عندنا اكثرهم ماشيين في لي بريباراسيون الحاضري المستحضرات اللي يجيو اكثرهم من لابوراتوار من الخارج ومعروفين للابوراتوار احنا تو نظرا لانه التعليم تاع طب الاعشاب في تونس تقدم واحنا عندنا تجربه رائده راهي في تونس في طب الاعشاب خاطر احنا من الدول اللي بدينا بكري معناها استاذ رشيد الشملي معناها في كليه الصيدله كان هو معناها متقدم في الميدان هذا والحقيقه معناها عمل مزيه كبيره انه جاب معناها اطباء من فرنسا عندهم تجربه كبيره ودخل هالتعليم هذا في كليه الصيدله منذ معناها التسعينات معناها عنده برشا التعليم هذا ثم احنا بدينا الاطباء نتاع تونس والتكوين نتاعنا تقدمنا في الميدان هذا ولينا حتى بالنسبه اللي قراونا ولينا مثل يحتذى به معناها في الدومان هذا معناها على الاقل في الافريك ونور دافريك هذا متاكدين على الاقل راه دكتور يجيو من الجزائر يقراو عنا تو ويجيو من المغرب يقراو معنا في طب الاعشاب في تونس صحيح اللي المغرب عملت خطوات به اي هما عندهم الطب التقليدي نتاعهم ما سلموش فيه قعدوا احنا تو اني عملت مع دي زيتيديون معنا في الفارماسي قراو في كليه صيدله في المستير وعملنا دي تيز على الطب التقليدي في المغرب تعمل لونكيت على الطب التقليدي مثلا الشقيقه المغاربه فاش يستعملوا كطب تقليدي وعملنا معناها عملوا تيز فما دي تيز تعملت معناها على الطب التقليدي المغربي وهو طب تقليدي الحقيقه معناها
محافظ خير من خير منا احنا معناها. به خلينا نعطي على الاقل بعض المعلومات للساده المستمعين. مثلا اليوم كي باش نحكيو على لوميس، مثلا لوميس عام 98 قدم نشر طرق مراقبه الجوده المواد النباتيه الطبيه من اجل دعم عضو منظمه الصحه العالميه الدول في وضع معايير ومواصفات الجوده للمواد العشبيه في السياق العام لضمان الجوده ومراقبه الادويه العشبيه. في الاتحاد الاوروبي يتم تنظيم الادويه العشبيه معناتها الطبيعيه هذه بموجب لجنه المنتجات الطبيه العشبيه. في امريكا الولايات المتحده يتم تنظيم العلاجات العشبيه المكملات الغذائيه من قبل اداره الغذاء والدواء تحت ممارسات التصنيع لسياسه المكملات الغذائيه، ولا يشترط على مصنع المنتجات في التدخل التي تدخل في هذه الفئه اثبات سلامه او فاعليه منتجاتهم طالما انهم لا يقدمون متطلبات طبيه او يستخدمون استخدامات اخرى. هذه رولي حبيت نقولكم على بعض الدول اللي تسمى رائده على الاقل في الطب بصفه عام. به دكتور هاني، ساعات انا نمشي ولا تجيني ببليسيتي على الفيسبوك ولا في التلفزه بارا فارماسي ولي معالجه ضعف الاكل ولي عندك مشكل في المعده نتاعك، خلينا نقولها بالعاميه عندك مشكل في العذر، هاو الدواء باز ناتوريل ما نعرفش مين، امشي لبارا بارا فارماسي تو تاخذ تو لاباس عليه. لازمنا نرد هذو مشكون لازمنا نردوا بالنا مادام احنا تو ولاو فما اطباء مختصين في الماده هذه. اذا كنت تحب تاخذ صحيح تمشي للاطباء هذوما والصيادله هذوما، خاطر الاخرين معناها سي اوبسكور معناها ما تفهمش. ساعات ما يعطيك برودوي تقول له شنو مكونات اخو يعطيني باش متكون هذا، ما يحبش يعطي، قال شنو، قال سر معناها البريباراسيون هذيك هو السر اللي هو معناها ما يحبش يذيع به. لكن ما تنجمش، مش معقول في القرن الواحد والعشرين تاخذ دواء ما تعرفوش منش متكون. معناها دونك اني الحقيقه ديما ننهي انهم يستعملوا دويات هذه سورتو اللي جايين من الصين. ساعات تلقى جايب لك برودوي من الصين يضعف وبعد تالي يظهر معناها مصيبه. نقول اي اخي نجم ناخذها حتى عن طريق الفيسبوك، راه نبعث الباج يقولوا لهم راني انا سمين نحب نعمل ريجيم نضعف، يقولوا ياه اشرب هذه تضعف دكتور. اي لا لا احنا لابروش نتاعنا سي لابروش سيونتيفيك معناها علميه واقعيه زاد، مش تقول له اجي خذ الدواء هذا راك مش تضعف، مش صحيح. ما تكون تاخذ دوايات مش تضعف، اذا كان ما تنقصش الحلو، اذا كان ما تعملش الرياضه، واذا كان ما تردش بالك، واذا كان ما ترقلش الفلورا انتستينال نتاعك، خاطر ظهر توا انه معناها الميكروبات اللي في المصران الغليظ عندها دور كبير ياسر في كل الامراض بما في ذلك السمنه. اذا كان عندك بيرتورباسيون لا فلورا انتستينال نتاعك وما ترقلهاش، وهذه وعندنا فما دي بلونت كي ريغول سا معناها منهم القرفه مثلا باهي، اي معناها تنجم ترقل لك تعمل لك انيكيليبر لفلورا انتستينال نتاعك وتحميك من كثير من الامراض. به دكتور علاش هالمواد الطبيعيه قاعد دارجه في تونس خاصه ولا حتى في العالم كان في المواد التجميليه النسائيه؟ اش معناها؟ معناتها كي تجي امراه تقول لها راه ما نعرفش انا مثلا ولد القمره راه باهي باش ينحي لك لي زونتيسين، تصدقك تقول لها والله الريح الزيت نتاع الريحان مثلا جينا راه باهي للجلده باش يخليه لك. هذا مازال دارج كان في استعمالات تجميليه اكاو. ما نعرفش هذا الامكانيات هذه معناها تقليديه والا مستحثه. اذا كان مستحثه لازم نردوا بالهم، خاطر هما في بالهم انه الجلده ما تخوفش، كيف تحط حاجه على الجلده ما تخوفش. لكن كما قلنا بكري تنجم تحط دي برودوي حتى ناتورال طبيعيه، لكن تنجم تضر الجلده نتاعك اذا كانت تستعمل زيوت روحيه بطريقه عشوائيه وما تردش بالك تنجم. لكن اذا كان مش تستعمل دي بلونت ما فيهاش زيوت روحيه واحد نايم تستعمل. على كل حال فما دي بلونت انتي انفلاماتوار، يعني فما مثل وقتها معناها الخبيزه مثلا الخبيزه سي انتي انفلاماتوار لوكال شيء خارق العاده الخبيزه. اي يعني نتذكر من نكت معناها كانت عندي بنتي صغيره تو مهندسه في المانيا ربي يوفقها اي معناها دكتورة. وقتها بعد الفاكسان بعد اللي لقحت نفخت لها كالتلقيح واحد حطيت لها لي بوماد انتي انفلاماتوار الكل شيء. وقتها تفكرت انني وقتها نقرا في الفيتو قالوا لنا الموف معناها سي بلونت انتي انفلاماتوار كوتاني اكستراوردينير خبيزه. يعني ماشي في الناج نقز جر خبيزه هزيت ورقات هرستهم وحطيتهم عليه. نحقق لك انه بعض معناها بعض سوائع معناها ممكن ساعتين تنحت الالتهاب هذاك تنحى. صحيح انه فهم بعض الاعشاب الطبيه عندها خاصيه مطهر وتقضي على الجراثيم المسببه للامراض، صحيحه هذه دكتور؟ بيان سور فما دي بلونت معناها عندهم زيوت روحيه بصفه عامه دي بلونت انتي انفكسيوز تقتل الجراثيم. كما قلت لك بكري السيبري مثلا السروه
سرول زيت الروحي نتاع السرول معناه انتي فيرال. وفما بحوث راه فما دي تيز بحوث اي معناها شهاده الدكتوراه دوله معمولين في كليات الصيدله يقول لك مفعول زيت الروحي نتاع السرول مثلا به. دكتور ولسوء الحظ خان زيد انا نحب بعض المفاهيم اللي نحبها تتنحى وتتحسن في تونس باش ناخذ التليفون بعد بشويه به. قعدت عنا فكره هالاعشاب هذيا او المكملات الغذائيه الطبيعيه حتى كان ياخذها من عند الطبيب مربوطه كان بزياده لزياده النشاط الرجالي والذكري كان الواحد قعدت مربوطه هذيك اني راي المبته هذيا به عندك ضعف اليوم لازمك الحل هذيك. ولكن راو حتى كي تاخذهم هذوك بطريقه غلطه ولا تكثر منهم ينجوا ينقلبوا لضد الدكتوره بطبيعه الحال. معناه هو معناه الضعف الجنسي معناه هو علامه من العلامات المرضيه مثلا مرض السكري وتداوى من اكثر الاسباب نتاع الضعف الجنسي الرجولي هو مرض السكري. ساعات يبدا يستعمل فيها الدواء تقول يحكيوا عليها الكل وما يمشي بعد كي شي حل يقرا عنده السكر. معناه دونك يلزم تمشي للطبيب معناها وتداوى حتى كان يقول لك انا اليوم ما عنديش مرض مزمن تداوى دكتور فما تعاونوا هي فما دي بلونت اللي فيها التستوستيرون. التستوستيرون اللي هو هرمون الذكري وهو هذاك هو اللي معناها اللي عنده دور في الحكايه هذه الى جانب انه معناها العجز الجنسي مربوط بالفيسو معناها سي ان بروبليم فاسكولير اذا كان اوعيه مربوط بالاوعيه معناتها اذا كان تداوى دكتور تداوى ما فيش شك معناها مش كلها تداوى لازم نعرفوا السبب ونداويوا السبب. هل العقم ينجم مداويته بطريقه طبيه طبيعيه نحكي لو ديما نرجعوا للسبب معناها مثلا تولى معناها بعض حوايج نتاع العقم انه فما ضغط في معناها فما كونجستيون بلفيان فما نساء عندهم كونجستيون بلفيان عندهم ضغط في الكرش الصغيره وهذيك يسبب لهم كثير من المشاكل هذه مشاكل هرمونيه فهمت. احنا ساعات كيف نعطيو دي بلونت انتي كونجستيونون بلفيان يتحسنوا فهمت ايوا باش يكونوا اونتروتر معناها اونتروتر مثلا ساعات العقم متكون خاطر فما ياسر البرولاكتين هذا معناها هرمون معناها نتاع الحليب نتاع المراه فهمت كاي فما دي بلونت انتي برولاكتين. علاش انا سالتك خاطر تعرف الناس الكل يقول لك عندي مشكل في هالحكايه هذه نحب نمشي يولي ياخذ من غير ما يخمم هذاك علاش استشيروا طبيب الاختصاص. راه قال لي في جوابه كان واضح قال لي نحب نعرف السبب ما نجمش نداوم العقم اما نشوف السبب اللي خلى نتوجع لي العقم هذاك شوف السبب اللي ولا عندي ضعف جنسي اليوم اللي خلى لي هذاك. دونك لازمكم تمشيوا لطبيب الاختصاص هو اللي يعطيكم الاوردونونس بكميات محدده ويبعثكم للفارماسي يقول لكم خذوا من الفارماسي الفلانيه خاطر متوفره عند معايا سي سمير في التليفون. اهلا وسهلا. مرحبا بك. مرحبا بيك معك دكتور محمد اي سؤالك. عسلامة دكتور. مرحبا مرحبا بيك. عايشك فضلك دكتور بربي حبيت نسال انا شنو هما لي بلونت اللي معناها البورا للديابيت معناها يعاونوا يطيحوا له السكر المخزون والدوزاج معناها قداش يلزموا ياخذ فريز قداش من مره مثلا قداش من جرام معناها شنو مرحى اني تو مش نحكي لك على الطب معناها التقليدي اكثر منه الطب معناها الابروش فيتوثيرابيك معناها اندوبيوجينيك اللي نستعملوه احنا في الواحد خاطر احنا كيف نشوفوا اللي عنده سكري لازم نشوفوا الذنب كله علاش مرض بالسكر بون ديما فما المشكل الوراثي معناها لكن الى جانب الوراثي اذا كان الواحد يعرف كيفاش يعيش حتى كان بوه وامه عندهم السكر ينجم يوخر مرض السكري اذا كان يعمل الرياضه ويرد باله وما يسمنش وينقص من ستريس هذوما الكل عندهم دور لفات دات ستريس كي تلقاك معناها عندك ضغط نفسي معناها ضغط يومي معناها هذاك يكفر لك من افراز الكورتيزول هذا يطلع سكر مثلا اذا كان الكبده نتاعك مش متفرهده نهار الكل تاكل في المقلي وحاشا شهر معناها يشرب في الالكول وغيره واحد ما الكبده نتاعه تولي تتهلك معناها ما ينجمش بعد تالي يحب يرجل السكر نتاعه وهو معناها الكوليك معناها صعيب إذا كان ما يتحركش معناه ولو ماس قلت لنا على الأقل نص ساعة نهار قبل نهار دقيقة في أضعف الحالة معناه مش ممكن باش اونيكيليبر عن ديابات من غير ما يحسن معناه طريقة الحياة نتاعو به إلى جانب هذا فما دي بلونت أنتي ديابيتيك اللي ذكرناهم احنا في أول حصة كيما الحلبة قلنا هذوما راهم ثابتين راهم إذا كان مازالت كبدات معناها النجمو هذوما يرجلونا معناها كما قلت لك معناها النجم الحلبه والتيب هذوما زوز حوايج البصل زاد معناها وان كان فيه مشكله الريحه نتاعو
هذوما ينجموا اذا كان نعرفوا كاش نستعملوهم ونريبلوا حكايه الكبده، معناها فما دي بلونت يحميوا الكبده ويخدموها بطريقه خارقه العاده، النجم يراقل لك السكر نتاعك. دكتور، واحنا في الايامات الفضيله هذيا مات قبل شهر سيدي رمضان، وتعرف الحميه الغذائيه باش تتبدل، وعندنا بعض الامراض، وعندنا ناس تحب تصوم، وعندنا فما بعض الاعشاب اللي تقدموها للناس اللي على الاقل عنده بعض الامراض المزمنه باش حتى كي يصوم ما يتقلقش برشا، تعاونوا فيهم ويقعد خلينا نقول بالعميد شد الريقله نتاعو في جميع في الضغط الدم في السكر. فما بعض الاعشاب تنجم تقدموها لهم بون ما شنو مش تقدم له مش تقدم له باش هو يشد الريقله، خاطر احنا للاسف معناها رمضان معناها الناس تسيب روحها في تسيب روحها معناها كانوا احنا توا نحضروا في رواحنا نحضروا في الماكله، وقت كانوا رمضان جاي باش ناكلوا معناها، بينما هو باش نصوموا معناها واللي هو في حد ذاته هو به للمعده رئيسيه، وحتى عنده سكري في الزلابي وفي المخارق ولا عنده سكري معناها الدم في المالح والملح، معناها فما تسيب في رمضان، معناها ساعات ما نفهمش علاش يوقع معناها، دونك لازم نحاربوا التسيب هذا. فماش دي بلونت معناها اللي مش يخليونا نشدوا الرجل اكثر، ما نتصورش فما دي بلونت اللي مش تردنا ديسيبليني. زي زيتونه عنده العديد من الفوائد دكتور، ما فيش شك معناها فيه معناها الاوميغا 9 معناها انتي اوكسيدون معناها هذا معناها اللي كنا احنا الزيوت نتاعنا نستعملوها في تونس ونقصوا منها الزيوت المستورده والله اعلم منين جايه وشنو فيها، تو تشوف كيفاش معناها نتحسنوا في هل انه التمر اللي خاصه يكلوغ ما شقى الفطر اول حاجه فيه منافع به زي الدكتور؟ بطبيعه الحال معناها كعبه الدقله هذيك الفيتامين اللي في وسطها وحتى السكر نتاعها موش سكر معناها سي دي فريكتوز، انا اقل معناها امتصاص من السكر الاخر معناها السكروز اللي هو موجود في الاندستري. الدقله معناها نبته رائعه معناها. هاكم شفتوا اليوم كيفاش بعض المنافع عديدة هي الاعشاب اليوم نجموا تطرحوها، ولكن يبقى صحتنا لكم الناس الكل تمشي وتتصلوا بطبيب مختص. هاكم شفتوا الاعشاب هذه راهي متوفره بارتو بريس نجموا تلقاها، ولكن اذا فاتت الحد نجم تنقلب الى ضد وتنجم تسبب لكم المضر. الحل الوحيد تمشيوا لاطباء الاختصاص كيما دكتور محمد غوتشا وهو طبيب مختص في التداوي بالاعشاب الطبيه، كونسلتاسيون كيما عند الطبيب يقول لك هاو شنو المرض نتاعك، هاو شنو مش نداويو، هاو شنو الدواء، هاي المده، وان شاء الله نلقاو الحل معناتها النتيجه والمداوات من بعد بطريقه علميه. كلمة الختام دكتور. والله يعطيك الصحة بارك الله فيكم. ساعة معناها المشكلة نتاع الفيتوثيرابي في تونس حسب رأيي وفي العالم ممكن أنه ما يمشيوا للطب معناها الأعشاب إلا واحد ما قاش دواء في معناها يدور معناها من شمالها لجنوبها ويجيك واحد معناها معناها أمراض معناها مستعصية ما يجيكش من الأول باش أنت معناها تنفعوا بالباهي، وهذه النقطة. النقطة الثانية هو الغلاء نتاع الأدوية. الأدوية نتاع الفيتوثيرابي مازالت غالية في تونس. علاش غالية في الحقيقة؟ خاطر ما فهمش بوكو دو بريسكريبتور، ما فهمش ياسر طب يستعملوا هالدويات هذه، ونتصور لو كان يكثر الطب اللي يستعملوا الدويات هذه تولي السوق كاملة معناها في صفاقس مثلا، معناها عندنا كثير من الزملاء في صفاقس، صفاقسية ما شاء الله عليهم معناها ديما سباقين، معناها بوكو دو فارماسيان بوكو دو ميدسان كي بريسكريب، دونك الأوردونونس نقصت غاديكا وقريب يولي استعمال الفيتوثيرابي في صفاقس معناها حاجة عادي. واضح. دكتور محمد غوتشا طبيب مختص في التداوي بالاعشاب الطبيه، ان كرون ميرسي لحضورك بحضنا. الانتجريتي الانترفيو تلقاه شويه اخرى على الباج اوفيسيل فيسبوك. كانت هذه الو دكتور لليوم، غدوه طبيب اختصاص اخر يكون حاضر بحضنا. التغذيه السليمه للاطفال هذا باش يكون موضوعنا غدوه في الو دكتور. ان كرون ميرسي ليكيب كامله كوتي تكنيك ريداكسيون برودوي اللي امنوا لكم 120 دقيقه من بثنا المباشر. نتلقاو غدوه في نفس التوقيت. دي سيلا بسيف يا دمى. على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص، هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتومون على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبية، تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 10:30 نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا.